هل رأيتم كتابا يتكلم؟ هذا الكتاب من أعجب كتب النحو. تشعر وأنت تقرأ في هذا الكتاب أنه يخاطبك ويفهمك. لم يدرسه أحد قط إلا وقد ارتفع مستواه في علم النحو في وقت قصير جدا. طريقة عرضه للمادة العلمية طريقة رائعة. انظروا مثلا إلى هذا الباب، هذا باب الممنوع من الصرف، يشرح لك الدرس بطريقة سهلة جدا مع كثير من التطبيقات على كل مسألة حتى تثبت في ذهن الدارس. طيب وفي آخر الشرح ماذا يفعل؟ ينتقل إلى التنبيهات وينبهك إلى الشيء الذي يكثر فيه الخطأ في هذا الباب، وبعد ذلك يلخص لك الباب كاملا في صفحة واحدة على شكل تشجيري من باب التذكير، ثم ينتقل إلى التطبيقات. والتطبيقات في الكتاب قسمان، القسم الأول تطبيقات مجاب عنها تشمل الدرس كله، مجموعة كبيرة من الأسئلة والإجابة عنها وتشمل الدرس كله. والنوع الثاني من التطبيقات تطبيقات يطلب الجواب عنها وتشمل الدرس كله كذلك. يفعل هذه الطريقة مع الكتاب من أوله إلى آخره. أسأل الله تبارك وتعالى أن يكون هذا الكتاب سببا في تيسير علم النحو وتمكن الدارسين منه في وقت قصير. كتاب النحو التطبيقي لخالد عبد العزيز.